وهذه حلفت والله ما فيها سوداني محطاه حلفتن حلف والله ما لك الحمد يا رب الحين استريح بطلت من الحطب يعني انت الان تستريحين ايوه ما اجمل السعاده بعد الحزن اخوك مجنون ايوه وبيئه ويتم الدور الاخر وبر المؤاده ابوك معوق على القاعده ايوه وامك وامي عمياء امك عمياء ايوه في الحلقه السابقه من برنامج خاطرك مشبور خرجنا في نهار رمضان الحارق في تهامه بحثا عن اناس يعملون رغم قساوه الجو لياكلونها حلالا فشاء الله ان نتوه الطريقه لنجد امراه تجمع الحطب سالناها كالعاده سؤالا واعطيناها الجائزه ففرحت لتفاجئنا انها تريد ان تسقف بقيمه تلك الجائزه سقفا لغرفتهم ضحكنا لان المبلغ لا يكفي لذلك ما تكفيش دي البنايه غرفه ولكن قررنا الذهاب معها لرؤيه السقف المطلوب لينكشف لنا السقف المستور وجدنا اخا مجنونا مجنون ايوه يلا 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 وام عاجزه وضعيفه نظر كيف حالك يا اما رمضان كريم واب قعيد السلام ومريض. عليكم حطم بون فيه يقول لكم اللي هذا لانه ما يقدرش يتحرك يعملوه له فيبول فيه مثل القسطره يعني فيبول في الدبه يا الله ما هذه الاسره الصابره وما هذه المراه القويه التي تتحمل كل هذا الوجع ومع ذلك تفضل ان تحتطب بالحلال ولا تمد يدها مثل البعض فتبيع الحطب بسعر الفتات لعلها تشتري لأبيها حليبا باردا ولتعول ذاك الأخ المجنون وتلك الأم المتعبة وبعد نشر الحلقة لطلب إكمال السقف لتلك الغرفة تفاعل المتابعون والخيرون فتسابقوا إلى التماس أجرهم ليتوفر لهم السقف ثم احتياج الغرفة كالإضاءة والتبريد والأثاث والملابس ثم حماما ومطبخا وأدواته كما يعيش بعض الناس ليتبعه أهم مقومات الحياة وهو برميل الماء يليه ضمان بتعبئته باستمرار لمدة عام كامل كانت تلك الأم الصائمة ترفض أن نقدم أكثر من السقف بحجة أنها لا تريد أن تتعبنا لأن أما شرشة تتعبكم ما تشيش تتعبين نحن؟ لا لا ما تعبك راحي ها ما شاش ومطبخ قلت ما تشيش لمطبخ أقول لك ما تشيش تتعبكم بموت على وبموت على وبموت على تشيل لسقفه بس حاصل الشيء لا تمام إن شاء الله الآن يكون إيجابك إن شاء الله أنا مبقية ولا حد أهد كلهم ماتوا وإذا إحنا نعتبر روحنا جهلت كل إحنا هذه لفت ألانا لابد الله سبحانه من إيجاد وهن أله ويأبه الله وكان ذلك الأب الذي تجاوز 100 عام يبكي قائلا من أين أتى بكم الله عمل الفريق بشكل متواصل ومستمر لتهدئة المطالبين لمعرفة تفاصيل الحكاية ولتزرع البسمة في وجه تلك الأرواح المتعبة ما جعلنا نتفائل هو أن هناك قلوب نقية بدأت في محاولة المساعدة مسبقا في بناء الغرفة ليكون السقف هو المعضلة بالنسبة لهم فهم أناس بسطاء عاجزون عن إسعادهم لكن كانوا يجبرون خواطر تلك الأسرة فتلك هي شهامة الطيبين دائما كنت أتمنى لها ظلة فقط لا أبوها وأمها وسأت عند ناس كثير ناس ما كنت أتوقع أنهم يرجعونا وفعلا رجعونا ولكن بفضل الله سبحانه جابكم من طريق لا نعلم أين هي وبعد إنجاز تلك الأحلام البسيطة كيف الآن؟ كيفهم؟ طبعا ذهنا برميل تمام واحنا كلمناهم يكون يعبوه لكم واصل ايوه لمدة سنة تمام تمام ما شاء الله طبعا ذا الحمام ايوه وذي الغرفة ايوه ما شاء الله ايوه المطبخ طبعا المطبخ عادة ما قدش اكتمل بسم الله فنان ايوه طيب طيب نشوف الغرفة ذي الغرفة الآن عجبنكم؟ ايوه نبن احنا موطم والنباو ما شاء الله تشسك فقلتي ايوه والآن؟ نحن خارج وصل التفاعل ذروته ليصل المبلغ الصافي بعد توفير متطلباتهم إلى 5,027,000 ريال
مبلغ أدهشنا، لأن أكبر دعم تلقيناه لا يتجاوز 10% من إجمالي المساعدات، بل جمع أغلبه من بسطاء ومبالغ صغيرة. فقرر الفريق التوضيح في صفحته بالاكتفاء عن تلقي المساعدات، مبلغ ربما يكون بسيطا بالنسبة للبعض، لكن بالنسبة لنا لم نتوقع أن نجمع ولو 10% من ذاك المبلغ، ولكن شاء الله أن تجبر خواطر تلك الأسرة. قررنا تسليم الأسرة ما تبقى من المبلغ، ولسلامتهم يودع في حساب لهم، ويشرف عليه إخوة كانوا يتفقدونهم أثناء ضعفهم، فكيف بهم بعد راحتهم؟ ولنرصد فرحتهم لم نخبر أحدا بإجمالي المبلغ المجموع لهم، ففاجأناهم لنشاهد ردة فعل تلك المرأة الصابرة ونختبر قناعتها. الإخوة المشاهدين الكرام، لا أحد من هؤلاء المتواجدين يعرف المبلغ الموجود هنا. طبعا هذا 1,000,000 ريال. سدني تفاية. ها؟ تفاية سدني. يسدك؟ سدني. يعني أبز واحدة؟ أبز واحدة ولا ثنتين؟ أبز ثنتين. أيوة. يكفيك هذه؟ سدني. جزاك الله خير. لا لا، هذه حقك، هذه حقك. تمام؟ تمام. هذه الشروبها غنم وبقر لكم. أيوة. هذا 1,000,000. أيوة. تمام؟ تمام. وهذا 1,000,000 علاج للوالد. سدني خلاص كفاية. إيش اللي كفاية؟ خلاص سدني. أبيت تسد كفاية هبيت. لا لا، ذا مش لك، ذا مش لك، ذا ذا للوالد. أيوة. طبعا الوالد يا جماعة يعني شافوا الأنسب الحل إنه يرتاح وكذا، لأنه ما فيش حاجة، لكنه وصل إلى عمر كبير جدا، فالأفضل إنه يرتاح. نتمنى إنه يعني يرتاح. ذا مبلغ للوالد، وهذه حلفت والله ما فيها عاد سدني معطاه. حلفتين؟ حلفت. لا لا، وأنا حلفت. أنت حلفت. أنت حلفت وأنا حلفت. سدني معطاه سدني. يعني أنت حلفتين الآن. ما تشتياش؟ ما تشتياش. خلاص فايز. يشدك هذه؟ لازم يفرين 1,000,000. سدني. وذي 3,000,000. أها. هذه طيب، ده يكفيك خلاص، مش لك، للوالدة. أيوة. هذه طبعا يا جماعة بتروح إن شاء الله في عملية لإزالة المياه الزرقاء. طبعا ما زالت أمها تقول ما تسيش عملية، لكن إن شاء الله الشباب بيقنعوها، وإذا أقنعوها فهذا المبلغ للعملية. تمام؟ تمام. يكفيك؟ كفيني خلاص كفاية. خلاص؟ خلاص. ودي غلاق 4,000,000. الحمد لله ربي أمنا، وأنا تعلم أمبا ومحتانة. الحمد لله. الحمد لله. فضل الله. فضل الله. خلاص أنا أزيدك ولا يكفيك؟ سدني. يكفيك والله. لك يا حاجة، ما قفلت اللي سدني بناية وسدني موقع. كثرنا لك. 4,000,000 كثيرة. هيا والله ما غير. ها نزيد 5,000,000. ايه. خمسة مليون. على الحمد يا رب، تعلم انذبة ومحتانة ودور بعدهم 5,000,000 دورة. لا ربي عوضك بدلهم 5,000,000. ربي اذنني. الله يشبعك وانذبك. الله يشبعك ان شاء الله. اللهم لك الحمد يا رب. مشاهدين الكرام، هذا مبلغ 5,000,000 ريال و27,000 ريال يمني. 5,000,027,000 ريال يمني هو المبلغ المتبقي بعد تجهيز الغرفة وتجهيز المطبخ والحمام وأدوات المنزل. هذا المبلغ يا جماعة هو من الصعب أن تذهب به إلى المنزل، لكنه سيذهب إلى حسابهم البنكي. صحيح يا أخي رمضان. مشهد جميل حين ترى ذاك القعيد المنهك يعود له أمله. جل هذا من حين عرفناه وهو إنسان شديد، إنسان قوي بنيته، حتى الآن لما تشوفه بنيته قوي. إلى أن حفر البير هذا يدوي، البير الموجود ورانا، وكان الماطور حق البومبا كان إذا تأطل يشل الرأس فوق كتفه ويروح لباجي اللي صلحه ويرجع. الله ما له حمد. الحمد لله. هديت الله كان ما في لنا يا رب زينا وودنا البلاد ومحل. لا لا. ايش رفضتي لما تتزوجي طول هذه الفترة؟ أبغى أخدم أبي وأمي. أحب أبي وأمي وبتت أخدمهم. نشتري منا حمرة وحين أصابي محمد أو تمحمرة حملتي وألد محمراها وأصابي أبا. ما يشتروا الناس؟ ما يشتروا الناس. يعني أول ما تبيعين قصدك حق قيمة الحليب أو الزبادي تروحين؟ أيوه، ما أبي أقطع راحة الزبادي والحليب أروح. ما شاء الله، ما تجلى طماعة يعني؟ لا لا، من طمع مهلته. انت ما مهلك؟ سبت من حطبت اني مصوت ونت من في راسي وطلبت محمله محمله مصوت منت اللي في راسي. راسي ما معنا بأم. الله المستعان. ايوه. الحين استريح، بطلت من حطب. يعني انت الان تستريحين؟ ايوه. كان غسل بس وديل داخل وهب مروحه اري يوم انا ممدده مستريحه. الله المستعان. نزوجك؟ ايوه.
فبين مشهدين متباعدين اجتمعت سعادة أسرة بيت السلام. أسرة بيت السلام ليست هنا فقط، ولكن في كل مكان، فتلمسوهم حولكم.